السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحلى رفاق في حلقة جديدة من برنامج معا أصدقاء. هذا البرنامج الذي يأتيكم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، نبث من خلاله أنوار الأمل ونسقي بذور الإبداع ونشجع زهور المواهب أن تثمر. شعارنا الحذر من أساليب المحبطين، ومن قال لنا مستحيل نقطع حبل شكه بقدراتنا بتنمية مهاراتنا وهواياتنا. فعلى يميني ويساري شهدت الاستمتاع بالتعرف على إبداعات الأصدقاء والمتابعين الذي كانوا قدوة لآخرين جاءوا من بعدهم وحلوا ضيوفا علينا، لتستمر المسيرة ونحن معا أصدقاء في فقرات متنوعة. سنأخذكم اليوم يا أصدقاء في جولة نستكشف ونتعلم ونأكل فيها ألذ الأطباق مع ضيوف حلقتنا الكرام. تعالوا نتابع فقرات لقائنا اليوم بعد الفاصل. سنتعرف على رسامة وقارئة جيدة وطباخة ماهرة، فتاة إماراتية اجتمعت لديها المواهب والهوايات فكانت أهلا لاستضافتنا لها. حيوا معاي أصدقائي صديقتنا ميثا عبد الرحمن الزعابي، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. من مدرسة الحجرة، أنا سعيدة جدا باستضافتي في برنامج معا أصدقاء، ومن هواياتي القراءة والرسم والطبخ. برنامج مع الأصدقاء. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي من جديد في فقرة إبداعات. هلم بنا نرحب بصديقتنا ميثا عبد الرحمن الزعابي. حياك الله ميثا في معا أصدقاء. الله يحييك أختي سمر، احنا وايد مستانسين انك موجودة معنا. وأنا بعد حبيبتي. صديقتنا ميثا، خبرينا عن ما شاء الله يعني هوايتك في مجال القراءة. عرفتك أنت قارئة ممتازة، فخبرين عن بدايتك فيها وكيف يعني أبدعتي في هذا الشيء، شو اللي جذبت فيها؟ من البداية أنا كنت أحب أقرأ من الصغر، من كنت في الروضة كنت أحب أخذ كتب الأطفال، كانت عن الحيوانات وعن الأنبياء، كنت أحب أقرأ دائماً في وقت فراغي ما شاء الله. وفي أي وقت يكون يعني كنت مثلاً ما عندي ولا شيء أحب أقعد بروحي وأفتح كتابي وأقرأ. ما شاء الله عليك. فأنا من بداية وأنا صغيرة، لما كبرت في السن الحين هذا ما شاء الله استمريت في القراءة أكثر وبديت أقرأ كتب كبيرة يعني للمناسبة لعمري. رائع جداً. وشو أكثر الكتب أو القصص اللي تجذبك لقراءتها؟ كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الله يحفظه. أكثر كتاب جذبني تأملات في السعادة والإيجابية، كان أحلى كتاب قريته. جميل. وقريته يعني علشان أجذب الناس وأخليهم دائما سعيدين يعني. رائع جدا. فأنت تستفيدين من خلال قراءة الكتب والقصص، وكذلك أنت بعد اللي تستفدتي تنقلينه للي حولك. رائع جدا ما شاء الله عليك. يعني هذا معناته أنك أنت تنوين إن شاء الله مستقبلا تفكرين تكتبين قصص وكتب؟ هي لأن أنا مرة لما أقعد أكون فاضية أخذ الكتب أفكر أخذ معلومات منها وأحاول أكتب قصة مفيدة يعني. رائع جدا، إن شاء الله يكون لك إصدار مميز، وأنا طبعا أتشرف أني أقتني كتابك. موفقة حبيبتي. رائع. بعض الأصدقاء يعني ممكن يقولون أن الوقت يمكن ما يسعهم، ما يسد أن يوفقون بين الدراسة
والقراءة، فشو تنصحينهم؟ شو تقولي لهم عساس ممكن يميلون لهذا الميل؟ كل شخص لازم ينظم له وقت للدراسة ووقت لقراءة صفحة أو صفحتين من كتابهم المفضل. يعني جميل، لازم كل شخص ينظم له جدول يعني للدراسة والقراءة، حتى لو القرآن الكريم ما شاء الله، ينظموا لهم وقت يعني بعد الدراسة. رائع جدا، فممكن يستغلون مثلا أوقات فراغهم. نعم، قراءة كتاب مفيد أو أي صفحة أو صفحتين. ما شاء الله عليك فنانة. انزين، نتحدث عن هواية الطبخ. عرفت ان انت مو بس ماهرة في القراءة، انت ايضا طباخة ماهرة، فشو اللي جذبك في هذا المجال ومتى تمارسين هالهواية؟ انا من بداية صغري يعني كنت اروح المطبخ مع امي، فانا اشوفها هي تطبخ وكنت اساعدها، فحبيت هذا الشيء وصرت بشكل دايم اروح معاها واطبخ معاها، فحبيت هذه، ومن كثر ما كنت امارسها دايما يعني دخلت فيها ورش، ويعني اخذتي دورات؟ هي دخلت دورات وورش فيها. جميل. حبيتها، حبيت الطبخ وايد يعني. اول اكله طبختيها؟ كانت بيتزا مع امي. رائع ما شاء الله عليك. وحين شو تعرفي تطبخين؟ سويتات كل شيء يعني. حلويات؟ ايه ما شاء الله شطوره. انزين، وخبرتيني انت دخلتي دورات وايضا اشتركتي في ورش، فهل شاركت ايضا في مسابقات خاصه بالطبخ؟ الى الان انا ما شاركت ولا في مسابقه، بس اشارك في ورش، فاتمنى يعني استغل وقتي مره ثانيه واشترك في مسابقات ان شاء الله، ويحالفك الفوز ان شاء الله. حبيبتي انت مو بس قارئه جيده ولا طباخه ماهره، انت كذلك رسامه ماهره، فخبرينا بعد متى دخلتي الى عالم الرسم والفن؟ نفس الشيء يعني كنت كأي طفل صغير أحب أنه يرسم. كان عندي بس كراس وكنت أحب دائما أرسم فيه، فلحد ما شفت أني أنا أعرف أرسم بزيادة فمارست هذه الهواية. رائع جدا. شو كنت تحبي ترسمين؟ طبيعة أكثر شيء كنت أحب أرسمه. رائع. وحين شو ترسمين؟ عادي أي شيء، بس أكثر شيء يعني كنت أتقن فيه الطبيعة. ما شاء الله عليك. وعندك مشاركات؟ هي عندي. رائع. رسمت لوحة عن التلوث البيئي، الفرق بين البيئة الصحية والبيئة الغير صحية اللي ما حافظنا عليها. ما شاء الله عليك. وخبرينا بعد يعني هل أنت تشاركين في مراكز أو مثلا وين أنت تمارسين هوايتك هذه؟ وين تنمين؟ كانت عندنا مراكز، هو مركز الطفل ومركز نادي سيدات، كل ما نزلوا ورشة عن الطبخ أو الرسم كنت أروح على طول أسجل. فأنت ما تفوتين الفرصة، على طول تحبين تشتركين تتعلمين، وممكن بعد تكونين صداقات هناك تتعلمين من غيرك. هي عادي، لا اقعد مع الناس اتعلم منهم، حتى لو غلطت في شيء يكون في شخص عندي اللي يساعدني. رائع، فانا حبيت هالشيء. رائع جدا. فابا اعرف يعني ما شاء الله من خلال هالمشاركات المختلفه، سواء القراءه كذلك الرسم وايضا في الطبخ يعني، فاكيد ما تكونين استفدتي بعض الامور، فخبرينا يعني انا والاصدقاء حابين نعرف شو اللي تعلمتي من هالتجارب المختلفه. تعلمت أنه يعني لما كنت أروح مثلاً النادي أو المكان اللي يسوي فيه الورشة كنت يخلو كل شخص يقعد بروحه، فأنا تعلمت الاعتماد على النفس. ممتاز. تعلمت هالشيء أن كل شخص يقعد يقدر يسوي كل شيء بروحه. رائع ما شاء الله عليك. وشو بعد تعلمتي غير الاعتماد على النفس والثقة؟ ممكن تساعدين المبتدئين؟ هي أقدر أساعدهم. رائع ما شاء الله عليك. أعلمهم بعد يعني أقدر. ما شاء الله. أنا والأصدقاء حابين نعرف شو طموحك وشو حابة تستوين في المستقبل لين تكبرين إن شاء الله؟ أتمنى أصير مصممة أزياء. جميل. لأني أنا كنت أحب أرسم، فكنت أصمم ملابس، فحبيت هالشي يعني. رائع. أبغى أكون مصممة. إن شاء الله تكونين اللي أنت تتمنينه. إنزين، بعد يعني خلال مسيرتك هذه نبغي نعرف من اللي شجعك؟ عائلتي اكثر داعم كان لي في ما شاء الله. ما شاء الله كانوا يشجعوني دائما، هم كانوا يدخلوني كل ورشه صارت هم يقولوا لي وانا اسير اسجل فيها. ما شاء الله رائع جدا. سعدت بلقائك صديقتنا، نورتينا في استوديو برنامج معا اصدقاء، يعني ما شاء الله متعدده المواهب، وان شاء الله بعد تشاركين في مسابقات ان شاء الله تحصلين على المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله. فاسمحي لي صديقتنا، حابه اقدم لك هديه مقدمه من هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون، هديه بسيطه. شكرا، استانسنا معك. العفو. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق والنجاح صديقتنا. نشكر صديقتنا ميثا الرسامه
والطباخة الماهرة والقارئة المتميزة ميت عبد الرحمن الزعابي. وأنتم كذلك أصدقائي بإمكانكم تكونون مكان صديقتنا ميثة وتشاركونا مواهبكم وتحلون ضيوف علينا. وكل اللي عليكم تسوونه أنكم ترسلون نبذة عن مواهبكم وهواياتكم على البريد الإلكتروني للبرنامج معا أصدقاء sba.net.ae. والحين حان موعد فقرة عالم الطبيعة، ندعوكم أصدقائي لمتابعتها لكن بعد الفاصل. يعتبر من أذكى الطيور وأجملها، تلفتك ألوانه الزاهية وسلوكه المحبب وتقليده المدهش للأصوات البشرية. بالتأكيد إنه طائركم المفضل الببغاء. سنسافر اليوم يا أصدقاء برحلة ممتعة لاكتشاف أسرار هذا الكائن الجميل، فهلموا معنا في هذه المغامرة الشيقة. للببغاء أنواع قد تصل إلى 350 نوعاً، لكنها تتشابه جميعها في شكل المنقار الضخم المعقوف وأصابع القدمين الأربع، كما أن للببغاء رأس كبير ولسان غليظ وعنق قصيرة ومخالب معقوفة. يعيش الببغاء في المناطق الدافئة في جميع أنحاء العالم، بالغابات بين أعالي الأشجار، ويوجد بكثرة في أستراليا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ويتغذى الببغاء على الفاكهة والمكسرات والبذور وبعض الحشرات الصغيرة. والببغاء طائر اجتماعي يعيش ضمن مجموعات تسمى القطعان، وهو طائر وفي أحادي الزواج، ويتفاعل بشكل جيد مع محيطه، ويتواصل مع أقرانه عن طريق الصخب والغناء وتحريك ريش الذيل. وعندما تشعر هذه الببغاوات بالخطر، فإنها تحلق في الهواء وتصدر أصواتاً على شكل صيحات لتنذر وتنبه بقية حيوانات الغابات بأن هناك خطر قادم يهددها. أما عن ذكاء هذا الطائر الفريد الذي حير العلماء، فقد اكتشفوا حقائق عنه غريبة أيضاً، حيث أنه لا يقلد الأصوات والكلمات فحسب، وإنما يربطها بالأشياء أو المواقف. وبعض العلماء يعتقدون أن الببغاء لديه وعي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، فهو من الطيور العاشقة للتسلية واللعب، وهي علامة دالة على الذكاء. بجماله الأخاذ وذكائه الفريد، استطاع الببغاء أن يتربع على عرش أجمل الطيور وأكثرها تفرداً، فهي بالفعل كائنات مختلفة تستحق التأمل. إلى هنا تكون رحلتنا قد انتهت يا أصدقاء، نودعكم على أمل اللقاء بكم في رحلة جديدة مع كائن آخر جميل ومختلف. فقرة عالم الطبيعة ننتقل لفقرة اصنعها بنفسك مع صديقتنا المبدعة في أفكارها صاحبة المخيلة الواسعة ريان الكمالي، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. حياكم الله أصدقائي في فقرة اصنعها بنفسك، معاكم اليوم ريان كمالي. مثل ما عودناكم أصدقائي بكل كل حلقة أقدم لكم شيء جميل ومبتكر، فاليوم بعلمكم أصدقائي كيف ترسمون بالقهوة، فتلونون وترسمون بالقهوة، بعلمكم كيف ترسمون زرافة. فالأدوات اللي نحتاجها قهوة وماي وألوان مائية للرغبة، ألوان مائية. فأول شيء نحن نكون راسمين الزرافة بالقلم، عقب نبدأ نلون الزرافة بالقهوة. ومثل ما شايفين أصدقائي هني
أنا مسوية القهوة بتدرجات، بأغمق شيء إذا بغمق يعني اللون بحط زيادة قهوة، عقب إذا بخفف بعد بزيد ماي زيادة على القهوة عشان يكون اللون خفيف. فبدأ نحدد الزرافة، شيء وايد جميل ومبتكر رسم القهوة. احنا ياسين نحدد الزرافة بلون غامق، نقدر بعد نستخدم الألوان المائية عشان نعطي لون ثاني غير القهوة. أنا حبيت أستخدم القهوة لأن لون الزرافة لونها بني ولونها بيج، فيعني نفس ألوان القهوة، حبيت أستخدم القهوة إنه شيء جديد ومبتكر، يطلع شوي عن الألوان، استخدم أشياء جديدة. الحين شي ياسين نغطي الأماكن الغامجة، نحددها. نقدر نخفف اللون بالماء ونقدر نغمج اللون، نزيد نحن زيادة قهوة، نحن إذا نبغى نغمج اللون. زي ما شايفين أصدقائي أنا راسمة حلاوة من الزرافة، يا ستاكل حلاوة. فنقدر الحين نتقل الألوان المائية، نحط اللون الوردي. الحين ندمج الألوان، فالحين دمجت اللون الأزرق والأحمر عشان نطلع لون بنفسجي، لون مصاصة. الحين نحن رسمنا المصاصة بشكل دائري، فنحن بنحط الألوان، سألف حطيت اللون الأحمر عشان يعطي إضاءة، واللون الأزرق بعد عشان أحدد الحلاوة. والحين بعد نقدر ندخل في الزرافة ألوان، نحدد مثلا عيون الزرافة باللون الأسود إذا محتاج. الحين ياسا لون، بعد ننتقل إلى الزرافة. نقدر نستخدم أصدقائي ونستعمل أي أوراق متوفرة بالبيت، ورقة A4، أوراق مقوى، كرتون اللي متوفر بالبيت، وهاي الورقة A3 حجم الورقة.
هاي الأوراق متاحة في المكتبات، في القرطاسيات، في كل مكان، وموجودة بعد في البيت، الجمعية. الحين يا سأحدد الزرافة أصدقائي، حددها باللون الأسود، فنحدد الزرافة باللون الأسود عشان تبين ملامح الزرافة. الحين بعد في رسمة ثانية رسمتها قهوة، بعد رسمت زرافة، بس هاي الورقة أكبر. بس ما استخدمت فيها الألوان المائية، بس استخدمت القهوة ورسمت على شكل أكبر. وحبيت أصدقائي أعلمكم كيف بعد نقدر ندخل الألوان المائية بالقهوة، بعد ممكن نعطي ألوان ثانية يعني للإضاءة وللجماليات اللوحة. وها بعد الشكل النهائي للوحتنا الزرافة. إن شاء الله يكون عجبكم أصدقائي العمل الفني اللي قدمناه اليوم، ونراكم الحلقة القادمة، ومع السلامة. نشكر صديقتنا ريان الكمالي على هذا العمل الرائع. نتمنى مشاهدينا تكونون استمتعتوا بفقرة اصنعها بنفسك. أصدقائي بعد الفاصل تنضم لنا صديقتنا ميرا سليمان الحمادي في فقرة وجبة لذيذة، تابعونا. وسهلا بصديقتنا المبدعة ميرا الحمادي، خبريني بسرعة شو بتجهزي لنا اليوم؟ السلام عليكم اختي سمر. عليكم السلام. اليوم راح اجهز لكم شخصية كرتونية، هاي الوجبة نقدر ناكلها عريوق على العشاء الوقت اللي احنا نبغاه. جميل، وشو المكونات اللي احنا بنحتاجها؟ راح نحتاج اهم شيء شرائح الخبز، الشوفان، الفراولة، والتوت، وعندنا الخيار قصيته بشكل رفيع وطويل، وعند التفاح اللي قصيته بشكل مربع، والكاكاو السائلة. رائع جدا. أول خطوة؟ أول خطوة راح أجيب شريحة من الخبز وراح أقصصها بالقطاعات بشكل دائري. جميل. طبعا لزيادة من هذا نقدر نستخدمها في الشوربة، في السلطة، ما نفرغ زبالة. جيد. الحين أنا قصيت أول دائرة، راح أقص مرة ثانية دائرتين صغار. جميل. هاي عندنا الدائرة الأولى، الحين عندنا الدائرة الثانية. جيد. عقبة؟ عقبة راح أرسم الوجه. الوجه كيف راح أرسمه؟ راح أرسمه بدائرتين ولكن داخلين ببعض. نشوف. يكون عندنا دائرة كبيرة أو شيء في البداية. نبدأ نحن نحدد حواف أو أطراف شريحة الخبز مثل ما تشوفون. ندخل في الطريقة، نخرج في الطريقة، والحين راح نحط داخل الرسمة اللي سويناها، بنحط داخل هالكاكاو مرة ثانية. جيد. نبدأ نعبي الفراغ بالكاكاو. بالكاكاو. بعدين راح نعدله بالملعقة. الحين راح نسوي نفس الشيء هني، ولكن هنيك نغطي الدائرة كاملة. جيد. نبدأ نوزع الكاكاو أو الشوكولاتة السائلة ونحط كمية. نسوي نفس الشيء، ندهنها.
لازم نغطي المكان كامل. جميل. طبعا الشوكولاتة او الكاكاو تمدنا بالطاقة، وخاصة حين موسم الشتاء فممكن هي تحسست شوية بالدفء، تعطينا الطاقة والحيوية والنشاط. فالحين نبدأ بالقطعة الأخرى من شريحة الخبز ونوزع عليها الشوكولاتة السائلة بهذا الشكل. بنحطها بالصوب الثاني. جيد. والحين شو راح نجيب؟ راح نجيب التوت. توتة شوي صغيرة نسوي الخشب. زين، وبعدها راح اسوي الجسم وهو عبارة عن توتين، نحطهم عدال بعض. نقدر نستخدم التوت البري الاخر، ولكن اليوم حابين نستخدم هالنوع من التوت. رائع جدا. وراح انا من عشاق التوت بكافة انواعه، مفيد جدا. التوت البري جدا غنية بالفيتامين سي، هي مضادات للاكسدة. الخطوة اللي بعدها حطينا التوت وحطينا التفاح. والحين راح نرسم العيون. يلا. والفم. نقدر نستخدم أي فاكهة ثانية. لأن كل الفواكه فيها الفيتامينات، كلها مفيدة بصحتنا. ورسمنا العيون بهالشكل. عندنا الفم الحين. ابتسامة جميلة عريضة. وبعد ما خلصنا الشخصية راح نسوي باقة ورد صغيرة عدالها. يلا. راح أجيب قطعة من شرائح الخبز، ولكن قصيتها بشكل مثلث. الشكل اللي تبونه، ولكن فضلت هالشكل. راح أجيب الخيار. جميل. راح أسوي القسم. نبدأ نصففهم جنب بعض بهالطريقة. وبعدها راح اجيب الفراوله. طبعا الفراوله قصيتها ثلاثه لما قصيتها بشكل رفيع. راح اجيب قطعه الورده، راح اقص الفراوله قطعه على شكل ورد. ها هو الشكل. يا سلام. وراح نسوي نفس الخطوه حق الباقي على القطع الاخرى. طبعا الفراوله فيها فيتامينات كثيره، ونفس الوقت طعمها لذيذ جدا، غنية بالفيتامين سي، لذيذة جدا، ولونها طبعا ولا أجمل. صحيح. يا سلام على الباقة. راح نكمل هالخطوة لين ما نشوف إن الباقة اكتملت عنا. يلا. طبعا هالأدوات ما ممكن إحنا نحصل عليها، والأصدقاء من وين ممكن يقتنونها؟ نقدر نقتنيها من أماكن الطبخ، وايضا الجمعيات يبيعون هذه. جميل. القطاعات ممكن نحن اشكال مختلفه نحصل عليها من المتاجر الخاصه بادوات الطهي، وتختارون الاحجام والاشكال اللي انتم تبونها وتفضلونها. وهذه باقه الورد صارت شبه جاهزه، باقي اخر حبه. يلا. ولكن الحين بننظف الصحن. يلا. جميل. يلا راوي أصدقائنا الطبق النهائي. راح شوي ندهن هني الشوكولا. يلا. والحين عندنا الشكل النهائي للشخصية ومع باقة الورد. يا سلام، تسلم إيدك صديقتنا ميرا. الله يسلمك، أبدعتي كالعادة. ما شاء الله عليك، وصراحة يعني الألوان ولا أجمل، أتوقع بعد طعمها لذيذ. أكيد. شكرا صديقتنا ميرا، ابدعتي واستمتعت معاك بهذه الفقره. تسلمي يدك على هذا الطبق اللذيذ واللي الوانه ولا اجمل. الله يسلمك حبيبتي. نشكر الشيف ميرا سليمان على هذا الطبق اللذيذ. وبهذه الفقره اصدقائي نكون اوشكنا على الختام. تعالوا نستذكر بشكل سريع فقرات حلقتنا اليوم، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. أحبابنا متابعي برنامج معا أصدقاء، تعالوا نتذكر مع بعض مقتطفات من فقرات حلقتنا اليوم ورنا.
فقرة إبداعات استمتعنا بحضور صديقتنا الموهوبة ميثا عبد الرحمن الزعابي. وفي عالم الطبيعة خدناكم في رحلة تعليمية ممتعة وتعرفنا على كائن حي جديد. في الفقرة الفنية الإبداعية اصنعها بنفسك شاركتنا صديقتنا ريان الكمالي فكرة جديدة من أفكارها. واختتمنا حلقتنا بفقرة وجبة لذيذة مع الشيف ميرا سليمان الحمادي. في ختام لقائنا أصدقائي نذكركم بإمكانية التواصل معنا والمشاركة في فقرات برنامج معا أصدقاء المنوعة. إبداعات اصنعها بنفسك أو حتى وجبة لذيذة، ولو كان عندكم كائن حي وحابين أن نحن نتكلم عنه فلا تترددون تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني للبرنامج معا أصدقاء @sba.net.ae. يسعدنا تواصلكم الجميل أصدقائي ومشاركتنا أفكاركم، ونحن متأكدين أن أفكار متميزة مثل أصحابها. اتذكروا دائما أحبابنا، إذا كنتوا تحبون أني ذكركم الناس الطيب الأثر فعليكم بتنمية المهارات والمواهب، واعتبروها كالدرر حافظوا عليها واهتموا بتنميتها، ونحن ما بنتأخر عن دعمكم وإبراز مواهبكم بإذن الله. فلا تنسون أصدقائي واسم البرنامج معا أصدقاء ونفيد ونستفيد. نشوفكم في الحلقة القادمة على خير. في أمان الله، مع السلامة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.